أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا في لقاء جديد وأسرة جديدة من بيت العيلة. بنتعرف على أفرادها، بنقترب منهم وبنشاركهم أفكارهم، مشاكلهم، أحلامهم. المجال مفتوح والحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. فتابعونا وهذه الحلقة الجديدة من بيت العيلة. نستضيف لكم اليوم أسرة الأستاذ يحيى سعيد فودة، مدير إدارة الآي تي في بعض المؤسسات الخاصة. أما الزوجة فهي ربة المنزل، وهي السيدة نيفين محمود إبراهيم، فضلا عن زهرتي الأسرة الابن ساندي والابن يوسف. أسرة رأينا أن نقترب منها أكثر لنتعرف معا على أهم ما يشغلهم من أفكار، وما يغرق بلهم من مشاكل، وما يجول بمخيلتهم من أمنيات. مشاهدينا، اهلا بكم معانا في حلقه جديده، اسره جديده من بيت العيله. كعادتنا دايما بنستضيف اسره متميزه في مجال من مجالات. النهارده المجال اللي احنا هنتكلم فيه واسرتنا متخصصه ومتميزه فيه هو مجال الاي تي او تكنولوجيا المعلومات. معانا النهارده المهندس يحيى فوده، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. مهندس اي تي. بزبط. ومعانا الاستاذه او زوجته الاستاذه نيفين محمود، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ومعانا كمان يوسف يحيى، اهلا بيك يا يوسف. حضرتك. دايما ببدا الحلقه بسؤال وبرجعكم لتاريخ يمكن بعيد شويه، بس رغم انه بعيد انا متاكده كل اسره بتبقى فاكراه بالتفصيل. التاريخ ده بالذات، اول لقاء بينكم، تعارف، بدايه التعارف، فاكره؟ مش جاي في ذاكرتي خالص نهائيا، يعني هو الاجابه دي يعني اجابه تعمل مشاكل كتيره قوي قوي. لا طبعا عارفه ان انت اكيد فاكره بالتفصيل كمان. والله هو احنا اسره الحمد لله يعني متفاهمه ومفيش اي مشاكل. احنا الموضوع ابتدى في الاول خالص، كانت نيفين معايا في المدرسه وشفتها وعجبتني. في المدرسه يعني ابتدائي وكيجي؟ لا، في الثانيه ثانوي بالظبط. ثانيه ثانوي. وقعدت ثانوي بصراحه يعني بقى السن طبعا المراهقه وكده، قعدت طول ثالث ثانوي معجب بيها واتكلم معاها، وكنا رايحين جايين في الباص وكانت معايا في الفصل، وما قدرتش حقيقي ان انا اقول لها اي حاجه. متلازمين واصدقاء طفوله، كنتوا بتتكلموا ولا ما؟ مش طفوله، احنا هي جت المدرسه في ثانيه ثانوي يعني قول شباب. طيب يعني ده كان اول لقاء يعني. نيفين، لما بسالك السؤال ده قبل التسجيل قلت لي دي قصه حلوه جدا، لما بقول لك عايزه اتعرف على ازاي تعرفتوا ببعض وتقابلتوا اول قصة لقاء. قصه حلوه علشان يعني مش جواز تقليدي، ومش جواز كمان يعني غالبا ممكن يكون تعرف في الجامعه، لا ده تعرف في المدرسه. ايوه. فطبعا بتبقى قصه شيقة اكتر بالنسبه لي. طب هو اعجب بيكي اول ما شافه، كان بيتمنى يكلمك انت بقى؟ لا، هو مش اول ما شافني، احنا قعدنا فتره يعني كنا مع الباص في الباص، فكنا كلنا بنقعد مع بعضينا يعني، يعني ممكن يقعد معايا شويه، ممكن حد تاني يقعد معايا شويه، فهو كان في لمده سنه دراسه كلها فكان بيقعد معايا، وكنا بنتكلم كزملاء عادي خالص يعني. طب اتحولت ازاي بقى؟ ده انتوا بادئين بدري قوي، انتوا بادئين من تانية ثانوي. من تانية ثانوي. بص ما شاء الله، يعني ما شاء الله انتوا خلاص يعني الموضوع ايه بين بيتكم، مش هينفع نحسد يعني، ممكن اتكلم براحتي؟ اتفضل. طيب، نادرا ما بتكمل القصص دي، ولو حتى قصص الحب بتاعت المدرسه اتحولت لجواز، بيقال وبقرا يعني كتير ان مش بتنجح كلها. فما شاء الله يعني عليك وربنا يحفظكوا يعني. هو حضرتك هي دي القصه كلها، انا برضو انا اصغر اخواتي. المشاكل بتحصل بدري عن كده يعني، انتوا قدمتوا خلاص يعني، مش كلامي. لا هو كلامك مظبوط. لا هو كلامك يعني سنه اتنين وبنلاقي العمليه باظت. لكن انتوا اولادكوا كبروا، وعلى فكره احنا كمان ما قلناش ان في سندي. سندي اكبر من يوسف. كان سندي في سنه كام؟ سندي في جريد 10، في اولى ثانوي. في اولى ثانوي. فاحنا بنتكلم ان خلاص يعني الموضوع الحمد لله قدم وكده، بس بنقول ان دي مش كتير بتحصل. وهيك هو انا اصغر اخواتي،
كنت شايفهم يعني دايما بيخطبوا وبيتجوزوا وكده، وبرضو والدي كان من الشخصيات اللي تحب الأسرة وتحب ديديكيتد للبيت وبيقعد معانا كتير وكده. انا اتربيت على الجزئيه ديت، ان انا عايز اكون اسره، وان انا عايز اعمل حاجات معينه لمراتي واولادي، ابني بيت واجيب شقه واجيب عربيه والكلام ده كله، نفس الافكار اللي بتاعت بتقول الجد. يعني ان انت اتربيت في اسره متماسكه ومحتفظه بقيمه العيله والاسره، مفيش فكر الانفصال والطلاق، فلما اتجوزت انت عارف ان خلاص هي دي تمام ودي اسرتك. تمام تمام لا مش متجوزت، ده لما بفكر ارتبط وانا صغير، حلمي كان كده، ان انا افكر ان انا لما ارتبط خلاص ان هو ده اللي هكمل معاها ودي اللي هتجوزها. وكانت الناس كتير قوي تيجي تقول لنا ده موضوع تهريج، ده مش عارف ايه، ده يروح يقول لها بيضحك عليكي، وكان كلام كتير طبعا في الوقت دوت. حقيقي يا نبيل، واضح ان انت مريتي بمشاكل، يو كتير. وصحباتك تيجوا يقولوا لك ده مش صحباتي، ناس تانية اي يعني يكونوا مروا بفشل يقول لك لا ما حدش زي ما انا هيكمل. عملت دلوقتي كده وقلت لكم المواضيع دي بتفشل، بس انا بس هي كانت جملته ستريت من اولها، ما قاليش تيجي تصاحبيني، تيجي ممكن تكملي معايا حياتي، ده فدي هو في كلمة ثانية ثانوي قال لا 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 القوية دي. القوية دي كانت في ثالثة، في أول ثالثة ثانوي وقت الارتباط بقى. يعني أنت في ثالثة ثانوي رحت قلت لها، ما ممكن قاليش دخلت تصاحبيني، على طول عليها وقلت لها ممكن تكملي حياتي تكملي معايا، حياتك ممكن معايا؟ تكملي حياتي معايا، فكلمة جامدة قوي دي يعني يعني، أنا مسؤولية من وأنا مسؤولية صغير وأنا عارف أنا عايز أعمل إيه، يعني أنا محدد طريقي وهمشي إزاي وهعمل إيه. كان ما بتكلم معاها أنا عارف أنا عايز أعمل إيه، وبعدين كان طب عندي انا الظروف كمان. عايز اتفضل. اسالك سؤال تاني برضو، هو عيب الارتباط بدري ان الراجل بيجيله فتره بيحس ان انا كان قدامي بيتعرف بقى وبيشوف ناس تانية وشخصيات تانية وهو بينضج، يعني الولد كمان او الراجل غير صح البنت، فبيتغير كتير وبيشوف كتير، احيانا ممكن يجيله ندم، ممكن يقول طب انا استعجلت، انا استعجلت في الارتباط، انا كان ممكن استنى، انا كان ممكن انفتح على الدنيا اكتر من كده، ما بقاش مرتبط بواحده بس. ده تفكير الراجل الشرقي ده، ما جالكش عمرك بصراحه كده؟ بصراحة. اللي يجي لي احنا جايين نهدي النفوس لا 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 واضح لا كده يعني. اتفقنا. لا اللي يجي لي او اللي كنت ممكن اقول لي مثلا ان انا يعني تعبت من بدري، يعني انت عارفه انت على طول بتفكر ان انت خلاص بقيتي مرتبطه وعاوزه تعملي بيت، ومن وانا صغير حتى دخلت الجامعه، انا يمكن في ثالثه جامعه تقريبا او تقريبا كان معانا سيندي، على طول كنت شغال، على طول ما بفكرش كان في الاسره. ممكن يعني بقى كده لما كبرت شويه كده، يعني وصلت تلاتينات، يعني اقول ان انا كنت ممكن اخدنا شويه في الاول بعد ما اخلص جامعتي او بس لكن عايزة ما اقول لك بقى حصلش. على الناحية الايجابية، ان ما شاء الله شكلكم صغير جدا، انتوا داخلين مع ولادكم، انا ما بقتش فاهمة. ربنا يخليكي. لا حقيقي نيفين شكلها صغير، انت شكلك صغير، ربنا يخليكي. ده هيخلي العلاقة بينك وبين ولادك اصحاب، انتوا اصحاب. وبعدين بيفرق قوي السن المناسب في الخلفة، في العطاء، في المجهود، مظبوط وبتستريح بدري. يعني انت مش مظبوط بتقول بدأت بدري، مظبوط انت مظبوط هيجيلك فترة تقول انا استريحت مظبوط بدري وانا لسه صح عندي بقى الوقت والجهد اني استمتع بحياتي انا ومراتي. صح فا اتمنى ذلك، اتمنى ذلك. هو فعلا هم اصحاب، يعني يوسف وسندي بالعكس يمكن بيمشوا شوطه معايا ساعات في البيت، يعني ليهم طلباتهم ومقدرش نقول لهم لا ساعات، وبنتكلم مع بعض يا فندي في كل شيء. لكن موضوع ان انا استريح بدري ديت انا حاسس ان هي ما بتحصلش، ليه؟ لان انا كل ما بيكبروا كل ما الاقي في مشاكل بتكبر، مشاكل بتكبر، الواحد ما عمال يفكر فيه وبعدين عايزه بيفكر. ابشرك اقول لك حاجه، هو كل حتى لما يتجوزوا ويخلف، ايوه بص المشاكل مش هتنتهي اعتقادي كده خالص. بالظبط. انا حاولت يعني ان انا اهون الموضوع، بس انا احب اقول لك هي المشاكل فعلا بتكبر معايا. ده حقيقة فعلا. انا والدتي ربنا يديها الصحة يعني لغاية دلوقتي بتفكر فيا وفي ولادي، وتقعد عملت ايه وسويت ايه، وبرضه اخواتي، واخويا ما شاء الله كبير يعني 50 سنة، ولغاية دلوقتي برضه بتفكر فيه. بقى طبيعي طبيعة الأب والأم لازم يقلقوا على أولادهم. يعني انتوا تعبنا من الاخر يا يوسف كده، ومشاكلكم مش بتخلص. ردك ايه بقى على الكلام ده؟ سمعت قصة ماما وبابا قبل كده؟ لا خالص، معقولة؟ واحنا بنحاول احنا نخبي عنه شوية عشان ما يبقاش زينا. ده انا كنت هقول لك انت برضو ناوي زي بابا كده تبدأ بدري بدري من تانية ثانوي بقى، لا بعد الكلية. بعد الكلية، بعد ما تتخرج. ها بعد الكلية مش ناوي تبدأ زيهم بدري لا لا لا
واول مره تسمع معقوله قصه تعارفهم ازاي؟ لا انتوا بقى ما هو عشان ما يبقاش زينا يعني. عموما احنا في برنامجنا يعني اللي بيبسطني ان بيبقى احيانا الكلام الزوج كمان بيسمعه لاول مره، الكلام الحلو على فكره، والزوجه بتسمعه لاول مره، والولاد يعني كلام كتير ومعلومات بيبقوا برضه بيسمعوها من خلال البرنامج. بس كده اقول ايه، في مشكله في التواصل بقى ولا ايه؟ ولا انتوا فعلا قاصدين ما تقولوش ليه وتحكوا له القصه بتاعتكم؟ بالظبط، يعني هي فتره بس يعدي يوصل الكليه وبتاع، لان مش شرط يكون تفكيري زي تفكيره. انا اتربيت في يعني زي ما حضرتك الفكر بتاعي وقتها كان كده، ممكن هو الشغلات مختلف تماما. دلوقتي زمن وايامكم زمن تاني خالص، يعني انت لو قدرت بعد التخرج ترتبط على طول ده يبقى انجاز. ده انجاز. قولي بقى اتعرف عليك اكتر يا يوسف بقى، بتحب ايه؟ هوايات مثلا عندك؟ الاي تي زي بوبي، التكنولوجيا المعلومات متفوق فيها؟ اه بحب العب برضو كوره، وبقف قدام في الدفاع ولا هجوم؟ لا في الهجوم، وساعات في حراسه. وحارس مرمى؟ اه. يعني ممكن تستمر في الكرة دي؟ ناوي تستمر فيها لغاية لما تكبر؟ لا هواية كده بس. دلوقتي بتلعب فين؟ في المدرسة. في المدرسة بس. طيب ونيجي بقى لبابا مرة تانية، وهنبعد شوية عن الأسرة، نتكلم في الشغل شوية. نيفين أنا عارفة إن أنتي ما اشتغلتيش، مش كده؟ لا ما اشتغلتش. ما يعني اختيارك كده؟ لا ما كانش اختياري، كان ظروفي كده. نتيجة سفري، عشان احنا سافرنا بره يعني امريكا 8 سنين لدراسة بتاعت يحيى، فلما رجعت كان معايا سيندي ويوسف، فكانوا في يعني 5 سنين واربع وثلاث سنين، فكانوا محتاجيني اكتر في البيت، فاخترت ان انا افضل قاعدة معاهم. بس بعتبره اختيار يعني، او الظروف اللي حصلت ان انا كنت اتمنى ان انا كنت اشتغل. كنت تتمنى؟ كنت اتمنى ان انا اشتغل. على فكره انت لسه صغيره و ما هو بيقول لي كده ان ممكن تنزلي وتشتغلي. طيب كمان بيشجعك. بس هما بقوا في البيت مرتبطين بيا قوي، يعني كبروا على يعني فكرة. انا عندي البنت اوكي، بس اللي عندي ما نذاكرش غير لما تكوني موجوده، انا اصحى نايم كده. مش عارفه يا يوسف بقى القصه دي ايه، بس المفروض السن بتاعك يبدا خلاص استقلال. يبدا وحسب انت بتعوديه على ايه، مش كده برضو؟ انا كلامي صح؟ أنا حسب حاولت احنا بنربيهم على ايه. بالظبط. وبنحاول نشيل ايدينا بالتدريج. عشان كده يعني شلت ايديا من البنت، والولد لا مرتبط بيا قوي، يعني لازم انا اقوم اقعد جنبه اعمل له كذا كل حاجه. المذاكره وانا قاعده جنبه على المذاكره، فاسيبه ازاي؟ على فكره احنا ممكن في وظايف كتيره قوي دلوقتي سيدات كتيره بتتجه ليها من المنزل من البيت. التكنولوجيا، على ذكر التكنولوجيا، سهلت اوجدت وظايف، اوجدت تسويق عبر النت للسيدات. حسب انت بقى متميزه في ايه يعني. فمش شرط ان تشتغلي حاجه انك تسيبي بيتك طول النهار، او يعني ممكن عن طريق التواجد برضو في البيت. تواجد فيه. نرجع لك بقى ونقول، اذا كنا بنقول مثلا ان كل عصر ليه سمه بيتميز بحاجة معينة، لو هنبدأ بالعصر الحجري مرورا بالزراعة اللي كان السمة الرئيسية فيه الزراعة، بالصناعة، بالفحم، بالبترول، يعني احنا لسه برضو ما بعدناش عنه، ليه تكنولوجيا المعلومات هي نقول سمة العصر ده؟ مش عارف متفق معايا ولا لا؟ أكيد طبعا، أكيد. هو دلوقتي مش بقاش اختياري، هو كل حاجة دلوقتي بتتحكم فينا هي التكنولوجيا. التكنولوجيا مش هقول بس الكمبيوتر وبس، التكنولوجيا كل شيء بيشغله برنامج صغير كده يحركه. حتى العربيات كانت الاول مجرد موتور وبادي، دلوقتي بقى الجهاز الكمبيوتر هو اللي بيتحكم في العربيه، بيتحكم في السرعه، بيتحكم في تسمعين كلمه سنسورز دي باستمرار. بالظبط، سنسور طب يعني لو هو ينفع ان انا اقول يعني ايه اي تي، او يعني ايه تكنولوجيا؟ يعني حضرتك اديتني مثل دلوقتي، هل هو بس كمبيوتر واستخدام التكنولوجي في السيستم بتاع المؤسسات المختلفه، و يعني وصل لايه، او اقدر الخصه بايه؟ تكنولوجيا او اي تي، او نقدر نلخصه في ان احنا نقول حاجه تسهل على الشخص التفكير.
وفي نفس الوقت او يعني تلغي تفكيره ولا تنشط التفكير والذكاء؟ تسهل 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 بس تسهل. اللي عامل الآلة ديت مخ بشري، هي تسهل واللي يعتمد عليه اعتماد كلي من غير ما يشغل مخه. يعني انا بعتب على الناس دلوقتي او الاطفال او الشباب ان هم بيشغلوا كالكوليتر اكتر ما بيشغلوا مخهم. لا، انت المفروض تبقى فاهم جدول الضرب، المسائل الحسابيه ازاي تعمل، وتستخدم الكمبيوتر لتسهيل العمليه بالنسبه لك. يعني نقدر نقول انها مفيده وايجابيه لو انا اللي سيطرت عليها وعملت لها حدود، يعني عرفت اشغل ايه قوي منها عشان ده بيسهل حياتي، ولا اقف عند ايه وارفض ان انا اشغله بالطريقه الحديثه او بالتكنولوجيا زي الكالكوليتر اللي بتقول عليه، او على الاقل ولادنا يشغلوا الكالكوليتر بعد ما يكونوا وصلوا المراحل المتقدمه من الحساب والمات والمعاملات الحسابيه والاساسيات عندهم. تمام. بس انا برضو بقول الاكستند بتاع التكنولوجي المفروض يبقى عالي في حياتك. ما بقولش تلغي، لكن المفروض كل شخص ايا كان سنه ايا كان سنه لازم يبتدي يتعود معه، وما يقدرش يبتدي يقول انا خلاص انا كبرت، انا وصلت في سن معين مش هقدر اتعامل مع التكنولوجيا الجديده، سواء في التليفونات في على النت كل الكلام ده. لازم 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 يكمل، ولازم يحاول ان هو يدخله في حياته. احنا بنشوف دلوقتي ان التكنولوجيا بقت تخش في الاجهزه المنزليه، في المفروشات، بقت تخش في كل حته، بقى انت ما تقدرش تهرب منها، ده لو وقع لازم تواجهه ولازم تكمل فيه. ايوه. طيب على فكره كمان احنا بنتكلم على التكنولوجيا، رغم ان احنا في مصر هنا كمان مش مستخدمينها لاخرها. احنا اي حد بيسافر في الخارج هيلاقي ان وظائف كتيره جدا موجوده عندنا ما بقتش موجوده بره بسبب التكنولوجيا واستخدامها بقى يعني لاخرها بقى في الخارج. اسمح لي نأجل النقاش ونكمله مره تانية بعد الفاصل اللي انا بدعوكم لمشاهدته انتم المشاهدين. أصبحت أجهزة الحاسبات الآلية تسيطر على مختلف مناحي حياة الإنسان العصري، وأصبح متخصص الـ IT أو الـ Information Technology هو بلا جدال رجل هذا العصر، والذي صارت التكنولوجيا تلعب دورا مؤثرا في كل تفصيلة من تفصيلاته. غير أن مبالغة إنسان العصر الحديث في استخدام الأجهزة الإلكترونية يطرح العديد من الإشكاليات التي غيرت وجه حياة الإنسان إلى الأبد، فخصوصية الحياة البشرية صارت في خطر، واستهلاك الإنسان لموارد كوكب الأرض تضاعفت شراهتها إلى درجة صارت فيها تهدد هذه الموارد. كل هذا فضلا عن مشاكل تأمين الاستخدام واختراق الحواسب الآلية وغيرها من الإشكاليات التي تجابهها البشرية لأول مرة. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، بنرحب بأسرة المهندس يحيى فودة مرة تانية، ونقول عن تكنولوجيا المعلومات. احنا بنتكلم يعني ايه، بنتكلم وصلت لاي حد، بنتكلم على السلبيات وايجابيات ودور الانسان ايه، يعني يحجمها ازاي ويستفيد منها من ايجابياتها ازاي. فلو نقول سلبيات وايجابيات، نقول هي شكلا خلتنا ننفتح على عوالم كثيره، لكن عزلتنا فعليا في نفس الوقت ولا؟ خلينا نتكلم عن المجتمع المصري. احنا كيوزر للتكنولوجيا المعلومات فكرنا برضو محدود، ما بحبش اكون سلبي بس ده الواقع. احنا فكرنا كله التواصل الاجتماعي، الواتساب، الجيمز، تمام، الفيسبوك طبعا، ومواقع التواصل الاجتماعي بكل بقى
تمام. اشكال. هي زي ما حضرتك قلتي جابت لنا ثقافات كتير قوي من بره، بس للاسف احنا ما قدرناش نصدر ثقافتنا كمان لبره. الوضع دلوقتي لازم احنا نفكر ازاي نواكب اللي بيحصل دوت، ازاي احنا نصدر ثقافتنا، مبادئنا، ديانتنا، اخلاقنا. احنا قدام هجوم شرس جدا وجوه بيوتنا، جوه بيوتنا مش محكم، بلازم احنا نتصرف ازاي معاه. ده مسؤولية مهمة جدا، مسؤولية كل اسرة مصرية لازم تعرف ولادها بيخشوا على اي مواقع ازاي، بيتعاملوا مع الكمبيوتر، بيتكلموا مع مين على الشات، ده كله لازم طبعا يدرس تماما. طيب انا هقف عند الجزء الاول حضرتك قلته، بتقول احنا ما وصلناش ثقافتنا لبره او ديانتنا، او ايه افكارك يعني نوصلها ازاي؟ نوصلها ازاي؟ بنفس الطريقة اللي هما بيوصلوها لنا. يعني حضرتك بتلاقي في فيديوهات كتير قوي بيعملوا اشكال يعني انا طبعا مش حاضر في ذهني حاجات معينة، لكن بتلاقي مثلا المجهود الفردي والمجهود الاجتماعي عندهم اكتر واكثر ايجابية وفعال اكتر منا. بالظبط. احنا محتاجين برضو ان يعني الشوز بتاعتهم اللي تلاقيها على قلب اليوتيوب، ال 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 الافكار سواء سياسيه او اجتماعيه. اصل المشكله عندهم صناعه في الفن اقوى منا، وفي اهتمام جامد، وفي ملايين مليارات بتتصرف، وفي اهتمام واداره وتمام الدوله يعني. فطبيعي ان انت كفايه الفيلم الامريكي نفسه، انت بيخلي ابنك وابني من وهو طفل عنده الحلم الامريكي وعنده البطل الامريكي وعنده حلم السفر فانت وده دور مهم قوي يعني، دور السينما بتاعتنا انها ترجع، والفن بكل اشكاله انه يرجع تاني ويبقى مش على المستوى المحلي بس. هو ده دور في كل المجالات يعني، سواء في السينما، سواء في التلفزيون، في المسرح، سواء في علاقاتنا الخارجية، سواء في تعاملاتنا مع الخارج. انا شايف ان احنا في ثقافة اكتسبناها ونسينا ثقافتنا احنا، وده اللي احنا المفروض نشتغل عليه. ايوه. نرجع تاني للتكنولوجيا المعلومات، بتقول كل اسرة ودور الاسرة مهم قوي، بتلعب الدور ده مع يوسف؟ ان انت يوسف اشطر مني في الموضوع ده. الجيل ده كله، الجيل ده كله انت اشطر من بابا في مجال النت بقى طب ولو حصل مثلا الكمبيوتر بتاعك باظ او الايباد او تعرف انت تقدر انت بنفسك تصلحه بقى كنت بقى كنت بتعتمد على بابا، بقيت بقى اتعودت على نفسي. اعتمدت على نفسك وبقيت تصلح حاجتك فعلا؟ فعلا. طب ممكن انت تبقى عندك معلومه مش عند بابا؟ ساعات حقيقي. الجيل ده بقى متفوق وبقى يتعلمه ببساطه جدا، بسهوله جدا فعلا. بالظبط. هو ده الميزه بتاعت الانترنت، ان هو كل حاجه ممكن عاوز تصلحها دلوقتي ممكن تصلحها عن طريق الانترنت. اي معلومه عاوز تعرفها تعرفها عن طريق الانترنت. هو فعلا في حاجات كتير قوي انا بصراحه ما بقاش فاضي ساعات يعني. هو بيخش بنفسه ويعمل سيرش ويشوف ازاي تعملها، وبيجي يقول لي بص انا عملت كذا عملت كذا، وانا اقول له عملتها ازاي؟ برافو عليك. انا ساعات فعلا حاجات كتير قوي. مع مامته نفس القصه، مامته هنا بقى الدور اللي بتلعبيه، بتحاولي يبقى فيه رقابه شويه؟ يوسف بيدخل على مواقع توجهيه هو في الوقت حتى اللي يقعد فيه على الجيمز؟ الجيل دلوقتي ما بيديش ليكي انك انت تراقبيه يعني، او ما بيسمحش بكده، ليه شخصيه اقوى من الشخصيه بتاعتنا. ايوه. فلا ما فيش، انت صريحه جدا. لا يعني انت مش قادره قوي تتحكمي. لا مش قادره اتحكم. هم عندهم شخصيه على فكره، وانا كمان يعني، وكتير منا ممكن نقعد ونقول طبعا وبنتحكم وبنخلي بالوقت. لا 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 انا بس صريحه بقى. كتير منا فعلا مش بيقدر. دلوقتي جيل شخصيه قويه، وممكن يكون في ساعات يقف شخصيه اقوى من شخصيه الام او الاب. فرقابه لا، بس يعني اكتر حاجه توجيه ممكن من بعيد لبعيد، لو اتاحت لي الفرصه من غير همس ممكن ما ياخدش باله وما اجرحوش او ما يضايقوش باسلوب معين بطريقه معينه، نصح من النصيحه من بعيد.
تمام. ما تقعدش بقى كتير والقصص دي. اوكي طبعا وقت المذاكره وما تقعدش كتير في الاجازه، لا هم على طول ممكن في ال 24 ساعه ننام 6 ساعات وبقيه اليوم تكنولوجيا. ايوه مجيل سمات الجيل. كان كنت بتقولي ان انتوا من ثالثه جامعه، او ان هو درس في درس. الخارج. ده سبب عدم شغلك. دراسه ايه يعني؟ كانت دراسات عليا ولا؟ لا، البكالوريوس خدته من هناك، من هناك انفورميشن اللي هو سيستم، جامعه بيس يونيفرستي في امريكا في نيويورك، والماجستير كان من مانهاتن كوليدج في برضه نيويورك. يعني انت عندك المقارنه حاضره تماما بين تكنولوجيا المعلومات وصلت لايه في امريكا، واحنا لما بنقول تكنولوجيا المعلومات يعني امريكا، يعني اوروبا، بلاد كتير جدا، نبدا نقول طبعا كوريا الجنوبيه، الصين، اليابان، الهند عندها شركات عالميه. مظبوط. احنا من البلاد المستهلكه بقى لسه طبعا، يعني احنا مش بننتج لسه سلع. احنا بنحاول. هي لسه نقطة بعيدة جدا، ويا ريت الحكومة ورؤوس الأموال يلقوا الضوء على الموضوع دوت. هي أي نعم، العائد على الاستثمار بياخد مدة طويلة قوي عشان يجي، لكن احنا محتاجينه في بلدنا، لأن معظم البرامج أو التكنولوجيا اللي في السوق معمولة كاستمايزد على الفكر الرأسمالي الخارجي، تمام، سواء أوروبي أو أمريكي. إحنا عايزين نعمله بطريقتنا إحنا. في شركات بتعمل الموضوع دوت داخليا، زي عندي مثلا في الشركة، وفي شركات بتضطر تروح تشتري البرامج ديت والسيستم ديت من بره، وبتتكلف ملايين ملايين. طب احنا ممكن نعملها، نوفر عملة صعبة، احنا في وقت دلوقتي محتاجين. طب ايه المشكلة؟ ليه مش بنعملها ما دام ممكن وعندنا امكانيات العقلية والبشرية العقلية والبشرية المادية والفكر الرأسمالي. الفكر الرأسمالي يعني ما بيصبرش، وبرضه مش حضرتك يعني بتشتري سلعة وتبيعيها سهلة، لكن تعملي سيستم ممكن محتاج اني اضحي سنين عشان انتظر الثمار بتاعه، ومحتاج الفكر اللي يدعمك، فكر كدوله بقى وسياسه موجهه وكراس مال وكراس مال. تمام. احنا لما جينا مثلا نطبق السيستم في الشغل عندنا، كان في ريزيستنس عاليه جدا من العماله داخل المكان. ناس فاكره ان الكمبيوتر هيخش يبقى هم هيخرجوا. لا، ده مش ده حدث بالفعل. يعني هو ده في بلاد كثيره، وظايف كثيره من الصغيره موجوده عندنا دلوقتي استغنوا، لقوا ان دقه الاله والاله اوفر في الوقت وادق ليها ديت اعاده هيكله. يعني حضرتك انت فعلا في وظايف اختفت، لكن في وظايف تانية بدأت. يعني الناس ابتدت تشتغل على الكمبيوتر، ابتدى يبقى في بروجرامر، في اي تي، في اللي بيصلح الطابعه، في يعني صناعه كتيره جدا، منها وظائف كتيره جدا اتخلقت على هذه الصناعه. فمش معناه ان الكمبيوتر بيخش. فانت حضرتك شايف ان في وظائف اختفت صحيح بسبب التكنولوجيا، وفي وظائف ظهرت جديده، وده بقى دورنا ان احنا ندرب الناس على الوظائف ديت، عشان كمان احنا كمان نقدر نتماشى مع اللي بيحصل في العالم كله. وممكن مستقبلين نصدر زي ما حضرتك قلت. الهند تجربه ناجحه جدا جدا. احنا كنا مش بننافس الهند في سنه من السنين في الثمانينات تقريبا على استقبال الشركات التكنولوجيا العالميه، كنا وصلنا ان احنا نتنافس على الزمن. هم يعني عملوا بعثات للخارج. يعني انا كنت في الماجستير افتكر ان احنا كنا 31 واحد، انا المصري الوحيد، واحده امريكيه، و29 هندي. يعني حاجة غير طبيعية. وبعدين لا، النسبة كبيرة قوي، الفرق يعني فرق. وشوف بقى من كام سنة، وأكيد هم مستمرين بالزبط يعني. بالظبط بالظبط. الكلام ده كان في 2008. أيوه. إحنا محتاجين ندعم الموضوع دوت، محتاجين نلقي عليه الضوء، محتاجين الحكومة تبتدي تتحرك تعمل لنا سياسات. الحكومة نفسها كأجهزة وكإدارات محتاجة برضو تعمل يعني أنظمة تمشي السيستم بتاعها. احنا برضو بنروح كتير في أماكن كتيرة،
للاسف عشان ما فيش كمبيوتر بنلاقي في عطله وفي انتظار كتير. هذه كلها ممكن نعملها احنا بره طبعا. يعني كان عندنا ممكن نجدد الرخصه عن طريق النت، ممكن البطاقه عن طريق النت. ابتدت في حركات وفي البلد ابتدت تشتغل، يعني عشان ما اقدرش اقول ان الصوره قاتمه يعني، لكن محتاجين اكتر، محتاجين ان احنا نسوق اكتر، محتاجين ان احنا نشتغل اكتر. المبرمج المصري العربي مش شايفه ان عندنا، انت حضرتك طبعا ادرى، بس يعني مش شايفه ان احنا وصلنا للمستوى بتاع المبرمج العالمي اطلاقا؟ بالعكس، المبرمج المصري، المصري من اذكى، من اذكى اذكى الناس في يعني في البرمجه. هو فين طيب اثبات بقى نفسه؟ ما هو حضرتك هي منظومه، هي منظومه مع بعضيها لازم تكتمل مع بعضيها. لا المصريين يعني انا بينا في المجال قابلت كتير وافكار جميله جدا، وبيعملوا كل اللغات اللي ممكن تتخيليها ولغات حديثه. هي بس زي ما حضرتك راس المال يبتدي بس يضخ في الصناعه ديت، والفكر البشري موجود. والمشكله ان راس المال ما ينفعش فيه هنا بقى ارقام صغيره، لازم راس المال اللي تتكلم عليه ده ارقام، يعني لازم تكون الدوله متبنيه القصه. وحضرتك مش شايف ان احنا لازم ده الوقت، ان لازم تكون دي يعني سياسه الدوله دلوقتي انها تهتم بتكنولوجيا المعلومات، تخصص لها بنود مثلا في الميزانيه، لان احنا حاسين ان احنا في وحش جاي علينا بيبتلعنا يعني، ولا انا كده متخوفه اكتر من لازم؟ لا ده هو احنا متاخرين، احنا يعني المفروض كنا بدأنا من 10 سنين على الاقل، احنا كده متاخرين جدا يعني، بس يعني نبدا ده المهم دلوقتي. لكن وحش لا، ما مش لدرجة وحش، لان برضو احنا عندنا زي ما حضرتك في شركات عندها ادارة اي دي داخلية، وبيشتغلوا وبيقدروا ينفذوا المطلوب. نقدر نقول ان مصر خلاص داخل فيها في كل مؤسساتها في كل مفاصلها، ولا لسه؟ لا لسه، لازم يخش، لكن لسه. رأيي كان فين انا شايفه ان ليكي رأي. بتضايق جدا الموضوع دوت. تروحي اي هيئة حكومية لغاية دلوقتي بنشتغل بالدفتر بالورق والقلم، يعني انا ببص احنا رافضين في الشركه عنده، يعني احنا رافضين نسيستم دماغنا او نتعلم. رافضين، وفي طبعا اجيال هي خلاص استحاله تتعلم، اجيال حكوميه. هيئات حكوميه يعني حضرتك بتكه زرار يطلع لي كل المعلومات، لا ده انا بعاني عشان اطلع اي انفورميشن او اي بيانات عندي مع اي موظف حكومي. ايوه، فده محتاجينه. زي ما الشركه عندهم عملت الكيان الاي تي بسهوله، هيتعمل بسهوله، كله هيشتغل عليه، هتوفر على الموظف وعلى المواطن اللي رايح يطلب خدمه من الموظف. ايوه، بنسمع عن على ذكر بقى التكنولوجيا، فبالتالي بنتكلم مثلا على الموبايلات، على التجسس، على وكان في حوادث تجسس على مستوى مسؤولين كبار من دوله لدوله، يعني ما قدرتش تحافظ على خصيتها، ودوله عظيمه زي المانيا وميركل فما بالك افراد بقى يعني. وعلى مستوى الموبايلات، احنا كان في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان الموبايل نفسه مش امان قوي، وانه ممكن يحصل تجسس بشريحه او بحاجه بتبقى في ظهر الموبايل. ده حقيقي الكلام ده ولا هو حضرتك هنا في جانب اخلاقي؟ الجانب الاخلاقي لو ما توفرش هيبقى حقيقي. المفروض ان انا بحط بياناتي على اي سواء ابلكيشن موبايل او على ويب سايت او على التواصل الاجتماعي، المفروض ان يكون فيه حمايه كافيه للمعلومات دي. لكن ده حاجه طبعا تكنولوجيا، ودايما في ناس بتسبق عن ناس. انا متاكد ان الفكر العام هو الحفاظ على السريه، لكن زي ما كل مجال فيه الكويس والوحش، في ناس برضو شغالين على سرقه هذه المعلومات. بس يعني في الاخر برضو احنا بنقول ان احنا كمعلومات بالنسبه لنا ما هيش معلومات ذات قيمه جدا للناس ديت. بس يعني ما نامنش برضو بالظبط، يعني ما نحاولش نحط حاجات ان الاسرار لا ممكن انها تنتقل بقى باي طريقه يعني. ده حقيقه، ده حقيقه فعلا. الاسرار ممكن تنتقل وبياناتنا ممكن تنتقل. ما نقدرش ان يعني وما نقدرش اقول لحضرتك ان في وسيله ممكن تمنع الكلام دوت بطريقه 100%. اصل هم اللي انتجوا
السلع. ما هو عشان كده احنا بنتكلم نقول ما نقدرش يبقى عندنا احنا دفاع او وسيله توقفها، لان هم اللي منتجينها، هم اللي عارفين اسرارها، وهم اللي ممكن يخترقوها يعني بمنتهى البساطه يعني. بالظبط. بس هو نفسه حتى اللي محطوط يعني، احنا مش هنقول ان هم يعني كناس اللي هم اللي عملوها، لا هم ناس في هاكرز. الهاكرز دول شغلتهم ان هم طول النهار قاعدين بيحاولوا يعملوا اتاك على السيرفرات ديت، وبيحاولوا يجيبوا البيانات ديت وبيحاولوا يستغلوها. هو نفس فكره الفيروس اللي هو الجسدي يعني المرض بالفيروس، بتعملك الفيروس والانتي فيروس بتاعه اللي بيبيع لك، اللي بيبعت لك الداء بيبعت لك الدواء بتاعه. هي نفس الفكره. نفس الفكره. طيب عايزه اتكلم عن نشاط تاني بقى المهندس يحيى برضو، يعني نقول مش متخصص فيه لكن مهتم فيه وليه دور فيه ايجابي وفعال، هو الجمعيات الاهليه او مؤسسه خيريه حضرتك فيها. تمام مظبوط. ودورها ايه؟ انا عايزاك تتكلم عنها. هو احنا حضرتك اسسنا مؤسسه من حوالي 6 شهور، بس احنا كنا في المجال دوت من قبليه من اول السنه اللي فاتت. بنلم كل المشردين اللي في الشوارع، طبعا مش هنقول كلهم بس احنا بنحاول ان احنا نساعد الحكومه في الجزئيه ديت. بنعالجهم وبناكلهم ونشربهم ونوفر لهم يعني حياه كريمه. بنحاول ناهلهم ان هم يبداوا من اول وجديد. عندنا جروب وعندنا فيس عليه ما يقرب من 100,000 عضو. بنحاول ان احنا نشير صورتهم بعد ما اتغيروا تماما. شفت صور؟ هل دي تبع ليك؟ وشفت صور كان راجل او اكتر من راجل كانوا مشردين في الشارع وكنتوا بتحلقوا لهم؟ مظبوط. وكنتوا كان في الشارع برضو ناس بتحلقهم يلبسوا ويبقوا اكثر نظافه، وصوره قبل وبعد فعلا زي ما حضرتك بتقول. مظبوط. ده اللي خلاني اربط بين اللي شفته صور على مواقع التواصل بين اللي حضرتك بتقوله دلوقتي. هو فعلا انتوا اللي عملتوا كده؟ مظبوط. انا كنت عايزه على فكره استضيف الناس دي، ومش بس كده، انا كنت عايزه اشوف وسيله ان انا ابقى عضو يعمل اي حاجه يعني. تنورينا يا فندم، تنورينا. لا 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 حقيقي بجد يعني، بعيد عن كلام ان هو التسجيل او التلفزيون، دي حاجه جميله قوي وحاجه انسانيه وحاجه راقيه، وانتوا ناس جميله والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك. وانا لو اعرف على فكره، انا عارفه انك مؤسس خيري بس التفاصيل لسه عارفاها دلوقتي. بدانا في دار صغيره في اكتوبر، وبعد كده كبرنا شويه وخدنا مكان كبير في مدينه نصر، ودلوقتي حاليا بنفتح دار في الهرم، بس محتاجه بقى دعم شويه بقى، يا ريت يعني نلقي الضوء عليها. مكان هيسع حوالي 250 مشرد على الاقل، بس محتاجه توضيب كتير ومحتاجه مصاريف كتير، ربنا يسهل ان شاء الله. هرجع اتكلم، لان لازم نتكلم في الموضوع ده اكتر من كده. اسمحوا لي نطلع للتقرير ده ونرجع نستكمل حوارنا معاكم. دور الجمعيات الأهلية كتير من نواحي المساعدات الاجتماعية ورعاية الأرامل واليتامى، واخد بالك؟ المساعدات تكون كده طالعة لوجه الله الكريم كده. هذه الجمعيات هدفها الأساسي تسعى إلى مساعدة الآخرين وتنمية المجتمع وتطوير أدائه. الجمعيات الاهليه طبعا لازم تساعد الاسر الفقيره، لان الاسر الفقيره دلوقتي في ظل غلاء الاسعار والمشاكل اللي حاصله في البلد دي، لازم نحاول نساعدهم. الاهليه المهوره بتلم الاطفال اليتامى واللي ما لهمش اهل والحاجات اللي زي كده، وهي اللي بتصرف عليهم وهي اللي بتعلمهم، والمفروض تساعد الطلبه في الدروس الخصوصيه كمان، المفروض انها بتجوز البنات اللي ما لهمش اهل. لازم الناس برضه تقف معاهم عشان تقدر تساعدهم في الموضوع ده. ما ينفعش نعمل حاجه مثلا ايه من غير ما يعني من طرف واحد، لازم يبقى كذا حد يقدر معاك يساعدك في الموضوع ده.
اهلا بكم مشاهدينا مره تانية مع اسره المهندس يحيى فوده، ونتكلم عن الجمعيات الخيريه، نتكلم عن دوركم في مساعده مشردين، عن الدور اللي ناويين ان شاء الله ان انتوا تاسسوها تسع 200 حضرتك قلت و50 250 ان شاء الله. 250 مشرد تانية. مش بتاخدوهم بناء على شروط معينه، اي حد عنده ظروف صعبه او مشرد في الشارع ما عندوش بيت او منزل بتاخدوه ولا ايه؟ او حضرتك بتتوقف على حسب الوقت. احنا في اول فتح المكان ما بنلتقيش، لكن لما بتوصل عند كاملة العدد بتاخده بقى الاكثر احتياجا مثلا. مظبوط، بنبتدي نتلقى، نشوف الشخص المريض الاكبر سنا اللي مالوش اهل تماما، لان احنا خلي بالك برضه بيبقى عندنا ناس ليهم اهل لكن اهلهم رافضين يتعايشوا معاهم، رافضين ان هم يصرفوا عليهم، رافضين ان هم يكونوا معاهم خالص. قابلتكم حالات ان ليهم اهل؟ ودي بنسمع عنها، انا مش مستغربه يعني. مش هعمل مستغرب. وولادهم رافضينهم. طيب ولادهم رافضينهم طبعا، ده مالهمش اي مبرر ولا اي حاجه الا لو بقى يعني ظروف قهريه، لكن ده بيخليني اقول لك ان هنا انت مشكلتك الكبيره مش بس في المكان اللي تقوى فيه المشردين، المشرفين، لان رعايه بعض كبار السن بتبقى عايزه مجهود وعايزه صبر وعايزه ايمان حقيقي بالله، وان اللي بيعمله ده بيعمله لوجه ربنا، بيعمله حد عنده ضمير. لازم يعني لازم تختار مدربين، مش اي مشرفين. حضرتك عايشه معانا يعني الحاج بتقولي دوت بالظبط. احنا موضوع صعب جدا، صعب قوي، لان التعامل مع حالات، في حالات كتيره منها قاعده تعبانه، عندها اللي عنده بتر الاعمى، بالتعامل معهم صعب، محتاج فعلا الصبر. واحنا عندنا برضو مشكله جامده جدا ان تلاقي الشخص اللي مؤمن بالفكر دوت. فعلا احنا بنحاول ان احنا نوفر. عندكم فعلا مشكله؟ احنا عندنا مشكله كمان في الاشراف النسائي. مش عارفين. واكيد طبعا بيبقوا عايزين مرتبات معينه، ودي مشكله تانية يعني. خلينا نقول برضو والله يعني مفيش مشكله في المرتبات قد ما هي مشكله في التواجد. يعني احنا محتاجين الناس تقرب وتتعامل معانا، واحنا ما فيش اي مشكله، احنا مستعدين. يعني مشكلتكم مش مشكله ماديه، ومشكله توافر العنصر البشري. ايوه بالظبط. مع ان يعني كتير بيشتكوا ان مفيش شغل، يعني كتير بيقولوا ان مفيش شغل، وسيدات بنلاقيهم بصحتهم شويه واقفين في الاشارات بيشحتوا. طب هل عملتوا اعلانات كافيه؟ يعني اصل في اكيد حلقه وصل مفقوده بين اللي محتاجين شغل واقفين بيشحتوا في اماكن مختلفه. انا مش هقول لك شباب وعاطل وكده، لا، انا بتكلم على سيدات سن معقول تقدر تخدم، وبنلاقيهم في الاشارات بيشحتوا. فهنا عملتوا اعلانات مثلا كافيه؟ واللي زيكم بيعمل اعلانات كافيه، ازاي نوصل دول بدول؟ هو عملنا اعلانات كافيه، اعتقد من وجهه نظري احنا عملنا اعلانات كافيه، لان احنا نزلناها في مجله مشهوره، ونزلناها عندنا على الجروب. اما الناس اللي في الشارع وبتشحت، بعمرهم ما هيسيبوا الشحات ويجوا يشتغلوا عندنا، لان هم او هيشتغلوا في اي حته، لان هم ما شاء الله يعني بيعملوا ما يكفيهم. انا مش معاك دلوقتي، يمكن الشحاته في فتره من الفترات كانت مربحه، لكن دلوقتي يعني في الظروف دي انا متهيالي الشحاته ما بقتش مربحه قوي، وخصوصا ان احنا كلنا بقى عندنا وعي ان احنا لما نشوف واحده بصحتها وكويسه او واحد بصحته كويس مش بيبقى في تفاعل معاه قوي، ولا ايه؟ ولا حضرتك مش معايا؟ او بص عليك، لا انا شايف يعني مصر قايمه على التبرعات، مصر قايمه على ناس قلبها ابيض وبتساعد بعض. وحتى لو شفنا شخص احنا مش مقتنعين ان هو لازم يشتغل، احنا برضه قلبنا بيقول محدش عارف ظروفه ايه، محدش عارف ايه عنده، بنتبرع وبنساعد. لا مش هو ده الوضع، بالعكس احنا بلدنا شعبها جميل جدا جدا جدا. وانا شفت الكلام ده ولمسته لما يعني انا طبعا كنت شغال في الاي تي في جمعيه خيريه كبيره،
بس ما كنتش ليه علاقه بالتعامل مع الحالات. لما اشتغلت في المؤسسه شفت حجم الناس اللي عايزه تساعد وحجم الناس اللي عايزه تتبرع وحجم الناس اللي عايزه ان شاء الله حتى تشير بس الخبر بتاعي على الفيس كنوع من انواع المساعده والتطوع. يعني فعلا احنا عندنا في مصر ناس كتير عايز تعمل خير طب نادين عايز اسالك سؤال، ليه ما اشتركتيش معاه وانت بتشتكي ان انت كنت تتمني تكوني بتشتغلي؟ ده هي السبب. هو انا السبب اصلا. هو السبب ازاي؟ ما هو اللي قاعد في البيت هو اكتر شخص بيقعد على الفيسبوك، اكتر شخص بيبص على الاخبار وكده اهوت. فانا شفت البرنامج يعني اول ما بداوا هما كانوا في 6 اكتوبر، فانا اللي شفت الحالات وانا اللي شفت الفكره، وبعد كده استنيته اللي بالليل اترجيته ان هو اتدخل اعمل حاجه، علاقاتك اي حاجه ساعد الناس دي، الناس ديت عايزه تكمل المشوار ولازم ليكي دور ايجابي جدا في جنبه. القصه يعني وانا في الاول قعدت، هو قبل ما يبدا فعلي معاهم كنت انا اتحايل عليه، طب يلا نطلع، طب كلم علاقاتك، طب نطلع نروح نعمل زياره للدار ناخد لهم معانا هدايا ونقعد معاهم نقابل المسؤولين هناك. قعدنا تقريبا 2 3 4 حاجه تقريبا. طب ده احلى من اي شغل. بس هو اول ما بدا شغل مؤسسي يعني كده اهوت انا انسحبت يعني. أيوة. سبته بقى يتصرف يعني حاجه تبقى ما تدخلش بقى مراته. يعني انت بداتها بفكره من زوجتك نادين. اتاثرت بيها انسانيا ورحت بشكل فردي تساعد. تحولت معاك لمؤسسة والدار دار مسنين تستقبل 250 حالة. الفكرة يعني تحولت المحترف يعني. الفكرة لحدث جليل. الحدث جديد. الحدث جليل يعني احنا كنا بنعدي من جنب المتشرد ما بنحش يبص له. احنا كنا بنتجنب النظرة. لان النظرة دي خوف ان احنا مش عايزين نواجه منظر معين او مش قادرين نساعد او هي مش شرط تبقى رفض على فكره. ليه نسبه من المتشابه هي ليها يعني مبررات كتيره. كل واحد وراه حكايه وفي ناس ممكن يكونوا ولاد ناس كبيره او في ناس ممكن تبقى عندها زهايمر وتايهه. مجرد انك انت بتنظفيها وتحطي الصوره على الشاشه الشكل بيختلف تماما، بترجعيها لاهلها. أيوة. يعني مش بقول لحضرتك انت لا بتاخديها في المسلسل، في ناس بترجع لاهلها كمان. ايوه وحصلت معاهم يعني في كذا حاله رجعت. 35 حاله. 35 حاله مجرد يعني نطفوا بس اول ما رجعوا لشكلهم اهلهم اتعرفوا عليهم ورجعوا لاهلهم. وفي لسه حاله اول امبارح او من يومين محمود، دي حاله هو عنده يعني ضعف ذهني و يعني هو بيتكلم معاه عادي خالص بس تلاقيه ان هو يعني مش مركز معاكي. قعد معانا شويه وكان في حبه جلسات علاج نفسي. ابتدى يفتكر حاجات و افتكر صاحبه وفعلا كلمنا صاحبه وعرفنا اهله ورجع اتعرفوا عليه واهله اتعرفت عليه. يعني افهم من كده ان في جلسات علاج نفسي كمان. عندنا طبيب نفسي موجود يومين في الاسبوع في المكان. والله يعني انا بشكرك على المجهود ده. ولو لو الواحد يقدر يساهم يعني يا ريت ده تشرف للواحد. ولادك انا مش عارفه ازاي يعني سيندي ويوسف ازاي ما شاركوش معاك. لان دي حاجه جميله جدا، عمل الخير وثقافه عمل الخير، واني اطلع بره القوقعه بتاعت نفسي واصحابي وعيلتي الصغيره وادي معنى لوجودي ولانسانيتي. ده موضوع تاني خالص، ده بيفرق في الشخصيه جدا وفي نظرتي لكل حاجه حتى مشاكلي الشخصيه. يعني انا بحل وبساعد في حل مشكله حد، بس انا فعليا انا بساعد نفسي اكتر. بشكرك مهندس يحيى فوده، استاذه نيفين، يوسف بشكرك، كنا نتمنى سندي تبقى معانا. بشكركم مشاهدينا مره تانيه، والى اللقاء الاسبوع القادم. أسرة جديدة، حلقة جديدة، وبيت العيلة.